مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. نحن اليوم بمركز زين هير، معنا مريضنا الاستاذ طاهر، اليوم السادس من العمليه. طبعا كان هو عامل العمليه ب 20 من شهر اذار الحالي، واليوم بقى له تقريبا حوالي 6 ايام مخلص العمليه. الاستاذ طاهر تم زراعه تقريبا حوالي 4500 قصي له، واليوم حيكون معنا بغسيله الرابع. طبعا انا بدي اتوجه بكم سؤال للاستاذ طاهر عن كيفيه سيران العمليه معه اثناء فتره العمليه، كيف كان الاجراء، كيف كان تعاون الطاقم الطبي مع الطبيب اوجاي مع الدكتور طاهر. هاي الامور كلياتها رح نتكلم معها. اهلا وسهلا فيك استاذ طاهر مره ثانيه بمركزنا. بدايه انا حابب اسال حضرتك عن العمليه، عن سير العملية، هل كان في أي آلام خلال فترة العملية؟ هل كان في صعوبة بالعملية؟ وكيف كانت نفسيتك قبل العملية وما بعد العملية؟ أكيد كان قبل العملية كان في طبعاً يعني في صعوبة وفي خوف هيك، بس طبعاً من مقابلة الدكتورة وطبعاً الممرضين وكده، فكانت ريحوا نفسياً يعني التقدم للعملية كان في نفسية راحة نفسية، وبعد كده لمدة العملية يعني تقريباً أخذت 8 ساعات. لا يعني زرعت 4300 حصيلة تقريبا 500 حصيلة، يعني عدت تمام، يعني كنت مرتاح الحمد لله اخر عملية، كنت مبسوط الحمد لله. هل واجهك اي الام او شيء اثناء العملية؟ صار في الم عندك؟ لا طبعا، يعني اذا حسيت باي حاجة كنت دائما يعني ادي انذار للدكتورة، وكانت ديركت يعني بتشوف اللي كان المطلوب يعني كانت تعمل. الحمد لله. يا ترى هل صار في معك مثلا اي اعراض جانبيه او اضرار جانبيه للعمليه حصلت بعدين، وكيف كان تعامل الطاقم الطبي معك اثناء العمليه؟ هل كان متجاوب؟ لا طبعا اكيد كان، يعني بصراحه يعني انا ما كنتش قبل ما اجي ما كنتش متخيل ان كان الموضوع هيبقى يعني هيسهلوا عليا المأمورية كده، يعني ما كنت خايف وجاي يعني شويه طبعا ستريس وكده، موضوع الراس وتبقى حته حساسه، ما كنت خايف، بس يعني معاملتهم في طريقه العمليه وفي البدايه وكده بصراحه ريحت نفسيا. الحمد لله الحمد لله. طبعا اليوم الاستاذ طاهر حيكون يوم سفر، اليوم الاخير من اسطنبول، حنودعه اليوم ونقول له ان شاء الله تصل بخير وسلامه